من ضمن الأسئلة، هل خريج أي ممكن يشتغل في مهنة التدريس حتى لو خريج إعدادية؟ الحقيقة مع احترامي فكرة إن حد يدرس دي موجودة في كل حتة، يعني فكرة إن الشخص يبقى مدرس خصوصي ويدي دروس ممكن عادي. شفت أنا شخصيا إحدى المرات أثناء دراسات العليا في الماجستير شفت واحد خريج كلية تجارة وشغال مدرس رياضيات وساعات بيدي كمان دراسات اجتماعية، لكن ده مش مظبوط. المفروض يبقى متخصص في الحاجة اللي هو بيدرسها. فكرة انه يكون خريج اعدادية، شفنا الموضوع ده كمان في حد مثلا يكون خريج اعدادية وحافظ المنهج، وعلى فكرة ممكن يبقى بيشرح كويس او عنده مهارات عرض كويسة، ولكن الفيصل هنا انك تركز على هذه الامور لانها على المدى البعيد مش افضل حاجة خاصة في هذا الموضوع. ونصيحتي بخصوص هذا الجانب بلاش تركز كتير على فكرة يا ترى هو ده هيبقى موجود ولا لا، لأن هتلاقي في ناس بتدرس في ابتدائية وإعدادية وناس بتدرس في أي مكان من تدريسات، ولكن المهم إنك تركز على إنك تركز مع نفسك. لو شفت حد بيدرس وهو معاه إعدادية أو معاه ثانوية فنية أو أي مكان مالكش دعوة بيه، هو مش هيكون ليه تعيين في المدارس، مش هيعرف يتعين في مدرسة يدي، ولكن هيبقى بقى مفتوح لسوق التدريس الخصوصي. هل ده صح ده غلط؟ أنا مش هدخل في الجدال ده، ولكن خلي بالك من الموضوع ده وبالتوفيق.